لو نبدأ بعناوين، أهم عنوان في قمة الـ 125 النهاردة، انتصار يطيح بفيريرا من منصب المدير الفني نادي الزمالك. ده أهم وأبرز عنوان أعتقد في وجهة نظر. يعني مرتضى منصور احنا شفنا يعني رئيس نادي الزمالك في الفترة الأخيرة كان بيشير لهذا الأمر كثيرا، إن هو يعني صابر شوية على الفريق، وإن هو شايف إن فيريرا بدأ ينفرد بقرار داخل الجهاز الفني، وبناء على هذه الأمور الكابتن أسامة نبيه المدرب العام ما عجبوش الأمور فقدم استقالته ومشي. وبعد كده أنا دايما بشوف إن السيد مرتضى منصور أول ما بيجيب عنصر خارجي للجهاز الفني للزمالك هو مؤشر أو علامة على اقتراب رحيل المدير الفني، ان هو بيدخل له عنصر مش من المنظومه بتاعته. وفيريرا واضح ان هو اوريدي عشان عنده تجربه سابقه فعارف يعني ان خلاص ان مجرد. الموضوع قرب. فاعتقد ده ابرز عنوان ممكن ناخده من المباراه فيما يخص يعني اكبر حدث، ان فيريرا اعتقد جمهور الزمالك بيحب فيريرا. فيريرا اعتقد عند جمهور الزمالك يشبه ليمانويل جوزيه عند جمهور النادي الاهلي، فان يكون دي نهايته للمره الثانيه على التوالي. يعني قبل كده برضو فيريرا في الولايه الاولى مشي بنفس السيناريو بعد الهزيمه، وبرضه هزيمه من الاهلي في باسكت السوبر كان 3-2، كان ساعتها كهربا لاعب في نادي الزمالك وكان هو احرز هدف الثاني نادي الزمالك. النهارده كهربا هو طيب اللي بيطيح بيه فيريرا. عندنا عنصر مشترك دايما في رحيل فيريرا وهو محمود عبد المنعم كهربا. كهربا امام الزمالك لا يخسر ابدا، كل مباريات كهربا مع الاهلي الاهلي بيكسب يا اما بيخرج متعادل. بالاضافه لده كهربا معدل اهدافه مع الاهلي رغم قلة مبارياته تعتبر أفضل من أهدافه مع الزمالك رغم قصرة مبارياته. كهربا يا كريم النهاردة يعتبر عريس المباراة، نجم المباراة. طبعا هو طبعا كهربا أكيد كل العيون كانت عليه مستنية بسبب المشكلة، لأن احنا عارفين إن كهربا عنده مشكلة عند الزمالك ما زالت في أروقة المحكمة الرياضية الدولية. لكن أنا في وجهة نظري نجم المباراة الأول من وجهة نظري فنيا هو حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده عمل مباراه دفاعيا وهجوميا وعمل اسيست وعمل ده الجول الثالث مشارك فيه، الجول الثالث عمل كوره لما مر الكوره من تحت رجل عبد الغني عشان يمهد لعلي معلول عشان يلعب العرضيه لمحمد شريف بدءا من عند حمدي فتحي. فلكن معاك طبعا كهربا بيواصل التالق اللي بداوا في مباراه سموحه، واحنا اتكلمنا لو تفتكر في الحلقه السابقه على الشغف محمود كهربا بسبب الغياب الطويل 8 شهور عن الكوره، بيستمر محمود كهربا وبيقدر النهارده ان هو يحرز دي المباراة الثانية على التوالي، واي هدف في مرمى نادي الزمالك في وقت يعني هو يعني في طبعا عارف اللي هو التلاسن ما بينه مش بصراحة كمان بيتكلمش خالص بصراحة كمان بيتكلمش، هو التلاسن جاي من طرف رئيس نادي الزمالك، فاكيد هو الهدف ده ربما في قرارة نفس كهربا يعني يرضي ويعيد له الابتسامة والفرحة. وطبعا اكيد هو كل انتظاره اليوم 2 فبراير لجلسة الاستماع عشان ينهي بقى القضية دي ويبقى خلاص يعني يبطل يفكر في الأمور خارج الملعب ويركز في داخل الملعب. وأكيد كهربا في وجهة نظري إن شاء الله هيكون عامل كويس جدا في مباراة أوكلاند في المونديال. نقطة فاصلة في مباراة القمة، وقت التغيير الأول والثاني لفريق نادي الزمالك من الدقيقة 60 شفنا مباراة تانية خالص والنتيجة ابتدت بقى تظهر وابتدى الأهلي يحرز الهدف الأول فالثاني فالثالث. طبعا تغيير فيريرا ليه طريقة اللعب ان هو حب هو طبعا لما لقى المباراة ماشية سجال وان هو لحد ما لسه مفيش فريق مسيطر على مجريات الأمور هو قرر يغير طريقة اللعب من 4-3-3 يرجع يلعب ليه 3-4-3 ونزل مدافع مصطفى الزناري كثالث في خط الظهر ونزل عمر جابر كفول باك أيام عشان يطيروا دايما ليه وسط ملعب النادي الاهلي ويبدا يلعب الكرات العرضيه. النادي الاهلي استغل هذا الامر ان خلي بالك يا محمد في 3-4-3 انت بتشيل واحد من نص الملعب فبالتالي نص الملعب بتاعك بيقل دفاعيا، انت بتحط اربعه على الاطراف الاثنين اللي هم الفول باكس وكمان الاثنين الوينجرز فانت بتخسر لاعب في خط الوسط لصالح لاعب على الطرف. الوقت ده النادي الاهلي قدر ان هو يحرز الهدف الاول وكمان ان الهدف جاي من كهربا عمل عارف ما يشبه كده الايه شحنة طعنه عمل طعنه عارف في طعنه جت خلت الفريق مش قادر بقى يقف